بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الأعزاء عشاق علم الفارماكوجنسي. كنت اتكلمت في الفيديوهات الأولانية عن السيدز. هنتكلم دلوقتي عن فرع تاني خالص من الكوجنو اسمه الفروت. طب يعني ايه فروت؟ الأول يا جماعة، أنا بفكركم إن النبات الزهرة بتاعته كانت بتتكون من ريسبتكل اللي هو التخت، كيلكس اللي هو كان بيتكون من سيبلز، الكورولا او التويج اللي كان بيتكون من بيتالز، الاندروسيوم اللي هو العضو الذكري اللي كان بيتكون من ستيمنز او اسديه، والجينوسيوم اللي كان اللي هو العضو الانثوي اللي كان بيتكون من كاربلز. وكل كاربل كان بيبقى موجود عليها ستيجما وستايل اللي هو القلم والاوفري، والاوفري ده كان موجود فيه الاوفيول. وعرفنا ان الاوفيول بعد ما بيحصل لها فيرتلايزيشن بتبقى هي السيد. طيب امال الاوفري بقى بعد ما بيحصل له فيرتلايزيشن بيبقى ايه؟ بيبقى الفروت. فما اجي اقول لك، وركزوا بقى معايا في الثلاث اسماء دول، اما اجي اقول لك ماتشور فيرتلايزد اوفري يبقى دي فروت، اما اقول لك ماتشور فيرتلايزد اوفيول يبقى دي سيد، اما اجي اقول لك ماتشور فيرتلايزد اوفام يبقى ده مين؟ يبقى ده الامبريو. لو تفتكروا ما قلنا ان الامبريو جاي من الاوفام، اما كنا بنقول ان البويضه عامله كده موجود فيها اوفام واتنين ساينرجيدز. الاوفام دي لما بيحصل لها فيرتلايزيشن بتتحول الى الزايجوت، والزايجوت ده بيدينا الامبريو او بيدينا الايه؟ بيدينا الجنين. فمهم قوي ان احنا نفرق ما بين الثلاثه اللي انا قلت لكم عليهم دول. ماتشور فيرتلايزد اوفيول يبقى السيد، اوفام يبقى الامبريو، اوفري يبقى الفروت. طيب الفروت يا اما ترو فروت اللي هي جايه من الاوفري بتاع وان فلاور، يا اما فولس فروت اللي هي جايه من الاوفري بتاع وان فلاور بس معاه اجزاء تانية من الزهره زي البوم اللي هو التفاح او الابل. بيبقى جاي الريسبتكل، الجزء اللي احنا بناكله من التفاحه ده اصلا بيبقى التخت. كمان يا جماعه الكومبوزيت او الكومباوند فروت، ودي اللي جايه من اوفاريس لميني فلاور، لفلاورز كتيره، فهي جايه من انفلوريسنس يعني من نوره، لان لو تفتكروا النوره كان تجمع من الازهار. فتعالوا نشوف الفروتس. عرفناها انها الديفلوبمنت او الماتشور فيرتلايزد جاينوسيوم او الاوفري، الاوفري تمام. طيب الفروت بتتكون من الجاينوسيوم بتاع الترو فروت، الاوفري بتاع سنجل فلاور بس، الكومبوزيت فروت العديد من الجاينوسيا اللي جايه من نوره، فجايه من مش من زهره واحده ولكن من ازهار كتيره، كومباوند مالتيبل او كولكتيف. اما الفولس فروت فهي اللي جايه من الجاينوسيوم بتاع سنجل فلاور بس، وذر بارت اوف ذا فلاور عاده بيبقى الريسبتكل زي ما قلنا اللي هو البوم او التفاح. مهم جدا المقدمه دي، فلازم نبقى فاهمين طبعا الرسمه دي مش مهمه قوي، انما بقى خلاص انا عرفت يعني ايه فروت. قلنا ان هو الماتشور فيرتلايزد اوفري او جينوسيوم، عرفنا يعني ايه كومبوزيت اللي هي جايه من اوفاريس مبايض كتيره لازهار كتيره من على النوره، الفولس اللي هي جايه من اوفري بتاع او جينوسيوم واحد بتاع زهره واحده ولكن بيبقى واخد معاه جزء من الريسبتكل، وقلنا زي البوم او الابل اللي هو التفاح. اما الترو اللي هو جاي من الجينوسيوم بتاع وان فلاور، فالترو دي في منها سيمبل او اجريجيت. طيب السيمبل دي جت ازاي؟ بصوا يا جماعه، لما تكون الاوفري بيتكون من وان كاربل او ميني كاربل بس ملتحمين مع بعض، كان كذا كاربل الملتحمين مع بعض دول بنسميهم سين كاربس، سين كاربس اوفري. انما الاجريجيت ده لما يكون هي جايه من زهره واحده بس، المبيض بيتكون من العديد من الكرابل اللي بتبقى منفصله عن بعضها، اللي انا كنت بسميه ايه؟ بسميه ابوكاربس، ابوكاربس اوفري، يعني الاوفري اللي هو الكاربلز بتاعته مش ملتحمه مع بعضها. يبقى تاني هنقول اهو الفروت، قلنا انها الماتشور فيرتلايزد اوفري، قلنا الكومبوزيت جايه من العديد من الاوفريس للعديد من الازهار اللي موجوده على نوره، الفولس اللي جايه من اوفري واحد لزهره واحده ولكن بياخد معاه جزء من الريسبتكل زي التفاح، الترو اللي هي جايه من جاينوسيوم واحد لزهره ايه واحده. طيب السيمبل دي اللي هي الاوفري بيبقى بيتكون من كاربلز كتيره والكاربلز كلها بتبقى ملتحمه مع بعضها فبنسميه سين كاربس،
اما الاجريجيت لما بيجي من اوفري بس بتكون القرابل سائبه فبنسميها ايه؟ ابوكاربس اوفري. وبلاقي يا جماعه ان دي بتتحول لفروت ودي بتتحول لفروت ودي بتتحول لفروت، بس كلهم ماسكين في نفس الحاجه، فعشان كده بنسميها اجريجيتد اللي هي الثمره المجمعه. طيب ناخد بقى السيمبل اللي هي جايه من سين كاربس، ففي منها ساكيولنت اللي هي الفليشي او الغضه. وعايز اقول لكم ان اي فروت في الدنيا بتتكون من ثلاث طبقات، الطبقه اللي بره اسمها ايبيكارب، الطبقه اللي جوه دي اسمها ميزوكارب، والطبقه الداخليه اسمها الاندو كارب. فلو كانوا الطبقات كلها فليشي غضه وايديبل يعني بتتاكل فبنسميها الساكيولنت، ودي في منها برضو هنتكلم عنهم بالتفصيل الدروب والبيري. طب تعالوا نفهم ايه الفرق ما بين الاثنين ويا ريت تركزوا معايا. الدروب دي يا جماعه زي الزيتون، هتبص تلاقي ان الايبي كارب في الزيتونه بيبقى ليذري جلدي، وبعدين الميزو كارب بتبقى الحته اللي احنا عايزين ناكلها، اما الاندو كارب بيبقى الوودي وبيمثل الستون بتاع الثمره. الستون ده اللي هو ايه؟ البذره بتاعه الثمره اللي هو البذره بتاعه الزيتونه. اما البيري دي زي الطماطم او زي الكوسه، فبنبص نلاقي ان الايبي كارب بتاعها برضو ليذري، الميزو كارب بيبقى فليشي وبيتاكل، بس الاندو كارب بتاعها بيبقى مليان بذور وبيبقى مور فليشي اكثر غضاضه، يعني بيبقى غض اكتر وبيتاكل اكتر. بعد كده اما الدراي فهي بقى اللي هي ما بتتاكلش، وبيبقى الايبي كارب والميزو كارب والاندو كارب كلهم دراي، وبيبقى صعب قوي ان انا اميزهم عن بعض او ان انا افصلهم عن بعض. لو تلاحظوا في الساكولنت انا بقدر افصل كل واحد لوحده. طيب الدراي دي في منها ديهيسنت يعني متفتحه، يعني بتتفتح وهي لسه على النبات، اما الانديهيسنت بتقع من على النبات وهي ما اتفتحتش، اما الشيزو كاربك اللي احنا بنسميها المنشقه. طيب الديهيسنت دي زي مثلا الليجيوم القرن، بتلاقي ان الاوفري اصلا كان بيتكون او الثمره بتتكون من كربالتين اتنين، وبعدين تقوم جاي الكربالتين دول مفتوحين كده زي ما انتم شايفين اهو، ودي عليها بذره بذور ودي عليها ايه؟ بذور. ولكن السيشيزو كاربك اللي هي المنشقه دي برضو حاجه في وسط ما بين الاثنين، لا هي ديهيسنت ولا انديهيسنت، اللي هي بتتقطع بالطول، تتقطع بالايه؟ بالطول، لحتتين اتنين او لحتت معينه اسمها الميري كارب، ودي برضو بتبقى انديهيسنت، بتبقى غير متفتحه وان سيدد، يعني بيبقى فيها بذره ايه؟ بذره واحده. يا ريت يا جماعه المقدمه دي نبقى فاهمينها كويس جدا. نراجع تاني كده مع بعض المقارنه او التعريفات. قلنا ان الفروت هي الماتشور فيرتلايزد اوفري، اما اقول لك ترو فروت تقول لي انها جايه من سنجل جاينوسيوم بتاع سنجل فلاور، الفولس جايه من الجاينوسيوم بس اذر بارت فلاور، الكومبوزيت جايه من العديد من الجاينوسيا او من الاوفرس الكتيره بتاعت ازهار كتيره جايه من على انفلوريسنس. طيب السيمبل ترو، السيمبل دي اللي هي بتتكون من اوفري، والاوفري بتكون الكاربلز بتاعته سين كاربس يعني ملتحمه، اما الاجريجيت بتبقى الكاربلز بتاعته ابو كاربس يعني سائبه مش ملتحمه مع بعضها. السيمبل دي قلت لكم ان اي فروت في الدنيا بتتكون من ايبي كارب ميزو كارب واندو كارب. طيب انا لو قدرت اخد وهي كلها على بعضها كده اسمها بيري كارب، على فكره كلها على بعضها اسمها بيري كارب. طيب الايبي كارب، في الايبي كارب والميزو كارب والاندو كارب بيبقوا في الفليشي، بيبقى سهل ان انا افصلهم عن بعض، او الساكيولنت يعني بيبقى سهل ان انا افصلهم عن بعض. وفي منها نوعين دروب دي زي الزيتونه، وقلت لكم الفرق ان الايبي كارب بيبقى ليزري، الميزو كارب بيبقى فليشي، الاندو كارب بيبقى ستون واللي هي البذره بتاعت الزيتونه، اما البيري زي الكوسه وزي الطماطم، فده بنلاقي ان الايبي كارب بيبقى ليزري والميزو كارب بيبقى فليشي والاندو كارب بيبقى مور فليشي ومليان بالبذور زي الطماطم مثلا. اما الدراي فهي اللي الايبي كارب والميزو كارب والاندو كارب ملتحمين مع بعض وما بقدرش افصلهم عن بعض وما بتتاكلش، ففي منها الانديهيسنت اللي هي بتقع من على النبات من غير ما تتفتح، زي مثلا النات اللي هو البندق، تبص تلاقي ان هو بيقع من على النبات وما بيتفتحش، احنا اللي بنفتحه. اما الديهيسنت اللي هي متفتحه زي الفول مثلا، قرون الفول او قرون البسله بتفتح وهي على النبات. اما السيشيزو كاربك اللي هي اسمها المنشقه دي بقى المفروض انها بتتقطع بالطول لعدد من حاجات انديهيسنت اسمها الميري كارب، وكل ميري كارب ده بيبقى وان سيدد يعني موجود فيه بذره ايه؟ بذره واحده بس. ادي السيشيزو كاربك فروت اللي هي اسمها الثمار المنشقه، في اتنين او ميني
seeded multilocular splitting أو حصل splitting شق إلى عدد من one seeded indehiscent part اسمها الميري كارب. كل ميري كارب بيمثل 1A 1 كاربل. ده الشيزو كاربك، يبقى الشيزو كاربك دي اللي هي بتتشق إلى عدد من الميري كاربس. كل ميري كارب بيبقى موجود فيه بذرة إيه واحدة. نوع من أنواع الشيزو كاربك اسمه الكريمو كارب، والكريمو كارب دي بقى يا جماعة هنلاقيها في عائلة الأمبليفرا أو العائلة الخيمية اللي منها بقى الفينل والأنايس والكلام ده. وخلي بالكم عشان هنبدأ بقى نتكلم عن الصفات بتاعتها. العيلة دي يا جماعة بتتميز بأنها عندها inferior ovary يعني المبيض سفلي، والمبيض بتاعها كان بيتكون من كاربالتين اتنين، وفي حاجة في النص كده رابطة ما بين الكاربالتين الاتنين اسمها كاربوفور. ولو نفتكر تعريف الكاربوفور ده، معرفش إذا كنتوا انتوا فاكرينه ولا لأ، كان outgrowth of mean of receptacle، يعني كان نمو من الريسبتكل. انتوا عارفين ان هنا ده الريسبتكل، الريسبتكل بينمو ان بتوين كاربل ما بين الايه الكرابل وبعضها، بيعمل حاجه اسمها الكاربو ايه الكاربو فور. طيب المهم ان الاوفري كان انفيريور يعني سفلي، وعشان كده بلاقي ان بقايا الكيلكس فوق اهو. الكيلكس ده بيبقى عليه غده بقى كده، الغده دي اسمها الستايلوبود، ودي غده هرميه بتطلع فولاتايل اويل. كمان بلاقي ان الاوفري زي ما احنا متفقين بيبقى انفيريور، وكان باي كاربيلاري يعني بيتكون من كاربالتين اتنين، بس بيتشق بالطول اهو لاتنين ايه بقى؟ لاتنين وان سيدد اهي، دي وان سيد دي فيها بذره واحده، ودي فيها وان سيد فيها برضو بذره ايه؟ بذره واحده، واسمهم الميري كارب. فلو كانت بتتشق لاتنين ميري كارب بنسميها الكريمو كارب، ودي واحده نوع من انواع الشيزو كاربك ايه؟ فروت. فالكريمو كارب developed from bicarpillary يعني كاربالتين اتنين bilocular حجرتين و inferior ovary يعني مبيض ايه سفلي، وبيتشق بالطول الى اتنين ميري كارب. كل ميري كارب فيه 1 ايه 1 سيد، وبيبقوا متصلين مع بعض بحاجة اسمها الكاربوفور. وعرفتكم انا ايه هو الكاربوفور. الكاربوفور ده بيبقى اوت جروس من مين؟ من الريسبتكل ان بتوين كاربل. كل ميري كارب ليه سطحين، ليه سطح بطني بنقول عليه كوميشورال سيرفس، وسطح ظهري بنسميه الدورسال ايه الدورسال سيرفس. اما هاجي اعمل مقطع فيه كده هلاقي دايما ان هو بيبقى عامل كده اهو اهو. ده طبعا ده واحد بس من الميري كارب، هبص الاقي ان هو عنده ادي الكوميشورال سيرفس اهو اللي هو بيبقى فيه الكاربوفور. ما خلي بالك انا عامل مقطع كده، فده الكوميشورال سيرفس اللي عامل اللي بيقابلني الكاربوفور، وبلاقي ان ده الدورسال ايه الدورسال سيرفس. هنقول الكلام ده كله دلوقتي اهو. الدورسال سيرفس عاده بيبقى موجود في برايمري ريدج. عايز اقول لكم ايه الفرق ما بين البرايمري ريدج والسكندري ريدج. البرايمري ريدج هو اللي بيبقى بارز لبره كده، مش شرط هو البرايمري ريدج اللي بيبقى تحتيه الفاسكولار باندل الحزمه الوعائيه. اما السكندري ريدج بيبقى موجود تحتيه فيتا. الفيتا دي بتبقى عباره عن كانال او قناه بيبقى موجود فيها الفولاتايل ايه اويل. فببص الاقي ان الدورسال سيرفس اهو، هتلاقوا ان موجود فيه ادي واحد اتنين، عدوا معايا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، خمسه ايه؟ خمسه برايمري ريدج واربعه سكندري ريدج. دي واحد اتنين تلاته اربعه، اربعه سكندري ايه ريدج. وعرفنا ان البرايمري ريدج اللي بيبقى موجود تحتيه الفاسكولار باندل، اما السكندري ريدج اللي بيبقى موجود تحتها مين؟ الفيتا. فبقول اهو ان هو دايما الدورسال سيرفس بيبقى فيه خمسه برايمري ريدج تحتهم الفاسكولار او تحت الفاسكولار باند او هم فوق الفاسكولار باندل، واربعه سكندري ريدج تحتهم السكريتوري فيتا او القناه اللي هي موجود فيها الفولاتايل اويل اللي اسمها الايه الفيتا. الجنين جوه اهو، دي البذره فيها الجنين، والاندوسبيرم ده ممكن يبقى اورثروسبيرماس او كامبيلوسبيرماس، وهنفهم ايه معنى الكلام ده، او كويلوسبيرماس هنفهم معنى الكلام ده كمان شويه. المهم ان احنا عملنا كده مقطع في 1 ميري ايه ميري كارب. الهيستولوجيكال كاركتر او الصفات الهيستولوجي بتاعتها، بلاقي ان الايبي كارب بيتكون من خلايا بوليجونال سيلز، بيبقى عندها ستريت انتيكلاينال ايه وول، ومتغطي يا اما بسموس. انا يهمني او بقى يا جماعه تعرفوا كده ان احنا اتفقنا ان البيري كارب بيتكون من ايبي كارب وميزو كارب واندو كارب. فهنبدا ناخد الاول الايبي كارب. الايبي كارب بيتكون من خلايا بتبقى عندها ستريت وول و ستريت انتيكلاينال ايه وول، وبيبقى متغطي يا اما يعني ما بنيجي نرسمه بنرسمه كده، ويا اما بيبقى عليه سموس ناعم او برسم عليه استرييتد ايه استرييتد كيوتيكل. يا اما يبقى انا يهمني قوي ان الايبي كارب
اعرف اذا كان موجود عليه سموس ولا استرياتد كيوتيكل، اعرف اذا كان موجود فيه شعر ولا لا، ترايكومز ولا لا. يعني هلاقي مثلا ان الانايس عنده شعره بتكون يوني سيلولار هير، بلاقي كمان ان الكيومن مثلا عنده شعره مالتي سيلولار مالتي سيريت، يعني كذا خليه وكذا صف بنسميها الشاجي هير. فدي حاجات مميزه قوي بنميز كل واحد، فدي حاجات مميزة بتميز ايه؟ بتميز كل واحد. يبقى الاول لازم اعرف اذا كان هي سموث ولا استرياتد كيوتيكل، لازم اعرف كمان اذا كان هو موجود عليه ترايكومز ولا مفيش ايه ترايكومز، وهشوف اذا كان موجود فيه كالسيوم اوكزاليت ولا لا. يعني مثلا الكورياندر او الكزبرة بلاقي ان الابيدرمس نفسها او الابيكارب نفسه موجود فيه كالسيوم اوكزاليت ايه كريستالز. بعد كده يا جماعة بندخل على الطبقة اللي بعد الإبيكارب اللي هي الميزوكارب. الميزوكارب دي بقى لازم تعرفولي إذا كان هي عادة بتبقى خلايا برانشمية وبيبقى موجود فيها الفيتا زي ما قلنا والفاسكولار باندل، بس ساعات ممكن تبقى سكلارينكما أو ممكن تبقى لجنيفايد بارينكما أو ريتيكوليت بارينكما. دي حاجات مميزة يعني هنشوفها احنا مثلا. يعني الميزوكارب ده هلاقي ان هو موجود في الكورياندر على هيئة كروسد فايبر، بلاقي مثلا الريتيكولي بارينكما دي موجوده في الفينل، هنشوف الكلام ده دلوقتي حالا واحنا ماشيين. بلاقي ان هو ليجنيفايد بارينكما موجوده في الاميماجس والاميفيزناجا، هنشوف الكلام ده كله دلوقتي. ودايما زي ما قلنا الميزوكارب بيبقى كروزد بخمسه فاسكولار باندل، دول موجودين تحت البرايمري ريدج، وسته فيتا اللي هي عباره عن سيشيزو جينس سكريتوري داكت. وكلمة سيشيزو جينس يعني خلايا، ما برضو عايزين نفهم يعني ايه سيشيزو جينس ولايسو جينس. سيشيزو جينس اللي هي كنا بنقول عليها الخلايا المنفصلة، يعني انا عندي دلوقتي ادي خلايا اهي اهي اهي، دي كانوا كام خلية؟ دي 1 2 3 4 5، عايزة تعمل في وسطهم فجوة فينفصلوا عن بعض، بس عدد الخلايا تاني زي ما هو، يعني خمسة اهو. هل في اي خلايا تأكلت؟ لا. وكمان بتبقى دايما محاطه بابيثيليال تيشو، بنسيج طلائي عشان يكون مين؟ يكون السكريشن اهو، ده معنى كلمه سيشيزو جينس. وسكريتوري داكت اربعه موجودين في الدورسال سيرفس واثنين موجودين في الكوميشورال ايه سيرفس في الاون بوست سايدز اوف رافي، هنشوف الكلام دلوقتي حالا. يعني تعالوا نشوف هنا اهو، بصوا ادي اربعه، 1 2 3 4 في الدورسال سيرفس واثنين في الكوميشورال سيرفس، موجودين على جانبي حاجه اسمها الايه الرافي، حاجه اسمها الرافي. طيب بعد كده الفيتا، الفيتا دي سيشيزو جينس داكت، فهمنا يعني ايه سيشيزو جينس داكت؟ قلنا انها بتبقى سبندل شيبد وبيبقى عليها ابيثيليوم، قلت لكم انها بتبقى متغطيه بالابيثيليوم، وممكن تبقى سيمبل زي في الفينل او برانشد يعني متفرعه زي في الانايس، برضو اعرف نوع الفيتا هل هي سيمبل ولا برانشد، او ممكن تبقى لارجست فيتا وهكذا. الطبقة الداخلية من الميزوكارب ممكن تبقى خلايا ليجنيفايد او خلايا بورس او نون بورس سكند ايه سيلز، وهنفهم الكلام ده كله دلوقتي. اما الاندوكارب اللي هو الطبقة الداخلية بقى، فعادة بيبقى اسمه باركتري اهو، بيبقى خلايا بارالل موازية لبعضها كده، ولو هي خلايا يا جماعة بارالل ان ماني دايركشنز يعني في اتجاهات مختلفة، هي خلايا موازية بس في اتجاهات ايه مختلفة، ده بنسميه باركتري لاير. اما لو هي خلايا بارالل كده وفي اتجاه واحد بس بسميها اتيبيكال باركتري او بسميها بارالل لاير، فبقول انها ممكن تبقى بارالل او تبقى باركتري، فلازم نبقى عارفين انها بتبقى خلايا بارالل. وقلنا بارالل يعني في اتجاه واحد بس، موازية لبعضها في اتجاه واحد بس كده. اما باركتري فبلاقي انها خلايا موازية لبعضها بس ان ماني directions يعني في اتجاهات ايه اتجاهات كتيرة عاملة كده، فبيبقى عامل زي الخشب الباركي إيه، بنلاقي ان هو في اتجاهات ايه في اتجاهات كتيرة. يبقى يا جماعة تاني كهيستولوجي اتكلمنا عن الابيكارب، ويهمني قوي ان الابيكارب بعرف ان هو ستريت وول وبيبقى متغطي يا اما بسموس او استرياتد كيوتيكل، وبشوف اذا كان في نوع من انواع الشعر ولا لا، وبشوف اذا كان موجود فيه كالسيوم اوكزاليت ولا لا. واديك انا فكرة ان الترايكوم دي هنلاقي في الانايس يوني سيلور ترايكوم، هلاقي في الكيومن في الشاجي ايه ترايكوم. الكالسيوم اوكزاليت كريستالز مثلا هلاقيها موجودة في الكورياندر، بلاقي ان موجود فيها بريزم من الكالسيوم اوكزاليت. اما الميزوكارب فقلنا ان هو بيبقى عادة خلايا برانشمية، ولكن ساعات بيبقى موجود فيه كيوليت بارينكما، ودي هنشوفها في الفينل مثلا، او بلاقي ان في بيتد ليجنيفايد بارينكما هقول عليها برضو، بنلاقيها كتير.
اللي احنا بنقول عليها، او بنلاقي فيها سكلرايد اللي هي السكلرايدز وهكذا. والميزوكارب دايما موجود فيه 5 فاسكولار باندل تحت البرايمري ريدج، و6 فيتا، 4 في الدورسال سيرفاس و2 في الكوميشورال اي سيرفاس على جانبي الرافي. اتكلمنا عن الفيتا وفهمنا انها عباره عن سيشيزوجينس داكت بتبقى متغطيه بسكريتنج ايه ابيثيليوم، وممكن تبقى سامبل زي في الفينل او برانشد زي في الانايس. كمان الطبقه الداخليه من الميزوكارب ممكن تبقى بوراس او نون بوراس اي سيلز او ليجنيفايد سيلز، هناخد الكلام ده كله. يعني البوراس دي هلاقيها في الامي فيزناجا، النون بوراس دي هلاقيها في الامي ماجس، الليجنيفايد سيلز دي بلاقيها في الكورياندر. الاندوكارب بلاقي ان الاندوكارب ده بيكون من خلايا موازيه لبعضها، ولو هي موازيه لبعضها في اتجاه واحد بس بنسميها بارالل، او في كذا اتجاه بسميها باركتري اي لاير. قلنا بعد كده البذره بتبقى يا اما تبقى فلات مفلطحه فنقول عليها اورثوسبيرماس، وده تقريبا في معظم البذور، او كونكيف سيد ونسميها كيلوسبيرماس، وده هلاقيه في الكورياندر بس. انا بقول لكم الامثله اللي هتقابلنا اهو، او جروفد منغمده بتبقى عامله كده اهو كده، وبنسميها كويلوسبيرماس، وده بشوفه في نبات اسمه الكونيوم كامبيلوسبيرماس. ده بلاقيه فين؟ في الكونيوم، خليكم فاكرين. يبقى في الكويلوسبيرماس والكامبيلوسبيرماس والايه الاورثوسبيرماس. اورثوسبيرماس اللي هو الفلات، وده تقريبا في كل الفروتس. الكويلوسبيرماس ده بلاقيه في الكورياندر، اما الكامبيلوسبيرماس ده بلاقيه في مين؟ بلاقيه في الكونيوم. وقلنا الفرق، لو لقيته بالشكل ده عامل كده فده بنسميه فلات اندوسبيرم اللي هو الاورثوسبيرماس، لقيته عامل كده كده فبقول عليه كويلوسبيرماس، لقيته بقى بالشكل ده هو عامل جروف كده هو فده بسميه ايه؟ كامبيلو اسبيرماس. وده زي ما قلنا بنلاقيه في مين؟ في الكونيوم. واشوفكم في فيديوهات قادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.